خادعة ماكرة، كرة تخدع الجميع وتمنح الهدف الأول في مباراة اليوم للوسيس. يحيى عطيلة أظن هو من سجل هذا الهدف الجميل والجميل جدا في مرمى زويل العربي. كان سدين عليه شوية زاوية التسديد والتسديدة كانت ممتازة جدا، تسديدة رائعة تؤدي الهدف الأول في مباراة اليوم. عطيلة يحيى يسجل الهدف الأول، تصبح النتيجة 1-0 23 دقيقة من اللعب. هدف سيحيي هذه المباراة، هدف غيمنحنا الفرصة لمتابعة مباراة أفضل بكثير مما تابعنا في 22 دقيقة الأولى. هدف للصفر، 1-0 للوسيس لأولمبيك أسفي. وداد متأخر في النتيجة بهدف، سيبحث عن ردة فعل في هذه المباراة فيما أولمبيك أسفي. هدف غيمنحو ثقة كبيرة لمجرد إيقاع هذه المواجهة. أوفياء لوسيس بالعشرات اليوم في قمة السعادة بالهدف المسجل في الدقيقة 22.